سلم على اللي ما عنده ولا ساق، سلم على اللي لا حضر في المواقف، سد اللزوم، سلم على اللي سد فمه في الهاوس. الله يبارك في عدوك. ولا تكلم والرجال تتكلم، لا تكسرن يدي لان رجلي تكفي لقوم. لا ابشر حنا عضودك ومح... والله ابشر بس سعد وانا ابو عثمان الله يعزك. لا ترى لي لسان لسان ابو عبد العزيز. لا بس انا ما اقدر يا ابو عزوز ما اقدر البسها مساعد. خلف رجلك مساعد، خلف رجلك كذا. الله يعينك ابو مفرح ويجعلني يا مساعد. الله يعزك والله ابشر بنا والله اني اقول انا صادق. ترى علي بن مفرح اطلق مني، ترى اخوي الصغير ومني خاب. ترى علي بن مفرح اطلق مني والله اني اقول علي بن مفرح اطلق مني انا لا بغيت عرفت لكن لا حزت ولزت انا اطلق منكم كلهم. بيض راوجك خلاص، بيض راوجك شو هلا خلا الدفي خلا خلا انا قريب خلا الدفي. يلا حيهم الله يسلم. الوم ابو عمره انت وين ساكن؟ وش ذا المذيع اللي ما غيري صايح عليهم؟ فيصل فيصل يا ابو نياف فيصل فيصل لا لا ايش الكلام هذا؟ متأنق متأنقين. شوف يا تركي أخذت. يا فيصل وش ذا وش ذا المقدم اللي آه آه صياح أو سم 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 كذا ما تكسب الجمهور يا واد. لا تكسب الجمهور أدخل هذا أقتلك أقتلك أوري يا كد. لا 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 تحدي 40 يا راعي الكونتيرا. ابو عثمان ما اقدر والله صدق والله عندي توصيات من الجمهور لك. اقول اقسم بايت الله من فريق دعمك ومن محبينك وناس كثيرين وصوني عليك. اي والله وصوني يا شباب. ايش التصعيد العام هذا؟ لا لا ما اكذب ما اكذب والله صدق وصوني يعني. ايش يقولون؟ اعطني ابعد كلام يقولون. قول ها لا يقولون قول لابراهيم فهمت؟ يكمل في سرد القصص. قول للشريم يخرج الزهراء انك اسمع الحين لا تشد تمام تمام ما مشدد. يقول خلي ابراهيم يعطينا سردها القصص الجميل. ابشر شغال زين يكثر قصايده قصايده له شخصيه. ابشر و... ويحذر من تقاطع الاصوات بس ولا يقاطع علي مفرح. كملها. لا لا الا كملها بالكذاب حقك يا ابو الكذبات. والله ما كذب يا ابو الكذبات البيضاء. والله ما كذب. والله والله ما كذب. الحبيب حقك مين؟ خلصت القط ربي يسلم. الله يا شيخ الله يا شيخ يعين القناه عليك. تعال تعال مره علاجك يا الله نباك. مرحبا يا راعي سم وتم ولبيه. مرحبا يا راعي الاولها في الطلاقه. نجينا للاوله فهذه المساعد بن عبد العزيز ونجينا للثانيه. والله ما صدقت انا ابو عثمان. عطني مسمع يقول يا سادة. اسمع خوي الكنترول اسمع يقول عزنا بالله ومنك سبي دينا دينا وفعلا تصلح بأكبار المنابر ونعم. وين جكيتي؟ يقول عزنا بالله ومنك سبي دينا وفعلا تصلح بأكبار المنابر دينا فمن حنا مساعد بن عبد العزيز ابن زاهد. لا قلنا للأولى سلامي على الدنيا ومن فيها أنا راعي الأولى والطلاقة وسم وتم ولبيه. أنا اللي وجد نفسها في النجوم العلالي. أنا النجم أنا الشاعر أنا الفيلسوف أنا مساعد بن عبد العزيز ابن زاهر. إن قالها الله عليك زود إن قالها الله والليالي صفت لي.